عماد، انت واحد من افضل واكثر المهاجمين تميزا، مش بس في النادي الاهلي ولا في مصر، يمكن على مستوى قاره افريقيا كلها. مين ومصر لغايه قريب الحقيقه كانت بتتكلم على، مش عايز اكبر الموضوع، بس هي كانت بتقال ان في مش هقول ازمه مهاجمين، بس كان في مشكله مهاجمين. مين اقرب حد من وجهه نظر كابتن عماد متعب النهارده لراس حربه مصر؟ وبتشوف احنا عندنا فعلا في مشكله في المركز ده ولا لا؟ يعني خلينا واقعيين، يعني في قله، مش هقول في مشكله، بس في قله، يعني في قله من المهاجمين في الوقت الاخير ده، بحكم كمان طريقه اللعب واسلوب اللعب فتره اخيره، ان الاسلوب اللعب وطريقه اللعب فتره اخيره كان اغلب المهاجمين المدربين بيعتمدوا على 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 مهاجم واحد. لا بس معلش يا عماد، عشان برضو نحط الامور في نصابها السليم او الصحيح، انت في جيلك انت وانت بتلعب مصر كانت بتمتلك اكتر من راس حربه مميز، يعني انا على سبيل المثال لا الحصر، يعني انت كنت موجود، ميدو كان موجود، عمرو زكي كان موجود وغيرهم كمان، حتى كابتن حسام حسن لعب معاك وبلال طبعا، وفي قبله خالد بيبو كمان، يعني فاقصد اقول كان في يعني نجوم كتير جدا. لما اجي اقول لك النهارده قول لي في مصر مثلا خمس اسماء، اعتقد انك ممكن انت دوليين منتخب، يعني ممكن يبقى في مشكله. عطل. يعني صراحه مش هقدر اقول لك خمس اسماء. طب ما فيش حد يا كابتن بتشوف ممكن يكون اسلوب لعبه او ستايل لعبه شبه كابتن عماد متعب؟ انا علشان اكون صريح، يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده، ان عمرو جمال في وقت من الاوقات بدايه ظهوره في النادي الاهلي، واول سنتين ليه مع النادي الاهلي، كان في شكل كبير مني، وكان في يعني كان لو كان كمل بنفس الشكل ونفس الاسلوب، لولا طبعا حظ وحش الاصابه، لا كان وصل لمرحله كبيره جدا جدا، وكان حقق حاجات كبيره، لكن حظ وحش الاصابه. في لعيب، في مهاجمين جيدين، هي الفكره كلها المشكله عندنا في الاستمراريه. بس انا دي وجهه نظري، يعني في مهاجمين جم في تاريخ مصر كتير جدا، لكن المشكله كلها في ان انا استمر عدد من السنوات بنفس المستوى نفس الاداء. ايوه. ثاني حاجه المنافسه، حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان احنا على جيلنا كان في عمرو زكي، وكان في كابتن حسام حسن، وكان في زيدان، وفي ميدو، وفي عماد، وفي احمد بلال، وفي عبد الحليم علي، وفي كابتن عبد الحليم علي طبعا، وفي محمد فاروق، وفي في ناس كتير جدا 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 موجوده، فيخليك طول الوقت طبعا، غير النادي الاهلي في فلافيو، يعني ده يخليك في النادي الاهلي طول الوقت في منافسه غير طبيعيه، علشان بس تبقى موجود في الفرقه مش في التشكيل الاساسي. فلما بتاخد مكانك في التشكيل الاساسي بتحافظ عليه بقدر الامكان. دلوقتي مفهوم لقله المهاجمين، فالموضوع ان اللعيب اللي موجود مريح، خلاص انا بقيت موجود فمرتاح، معلش اي ضغط، فده ممكن يكون بياخد منه بشكل ما. لكن اتمنى ان الفتره اللي جايه يبقى عندنا مهاجمين كبار، المهاجمين ان شاء الله يفيدوا النادي الاهلي ويفيدوا المنتخب، ان شاء الله، لان ده احنا محتاجينه بشكل كبير ان شاء الله. يعني طول ما الاهلي بخير، كره في مصر بخير، وبيتهيألي على مستوى المنتخب، وده يهمنا جدا طبعا، اعتقد ان مصر جايه باذن الله ان شاء الله. يعني احنا عدينا بفترات كتير جدا صعبه بعد ما كنا وصلنا يعني لمستوى والجيل عظيم جدا.